نتعرف الآن على أداء أسواق الأسهم العربية، والبداية مع سوق الأسهم السعودية الذي يتداول مؤشره حتى اللحظة عند مستوى 12019 نقطة بتراجع بلغت نسبته 13%، وتحديدا نتحدث عن مؤشر تاسي في السوق السعودي. بالانتقال إلى مؤشر السوق الأول في السوق الكويتي أو في البورصة الكويتية، فقد أغلق متراجعا بنسبة 0.5% عند 6411 نقطة تقريبا. أما بورصة قطر فأغلقت على تراجع كذلك بنسبة 1.2% عند مستوى 10463 نقطة. في البحرين أغلقت بورصة البحرين على ارتفاع طفيف قد يصل إلى 10% عند مستوى 2018 نقطة. أما في سلطنة عمان وتحديدا بورصة مسقط أغلقت متراجع بنسبة 20% عند 4756 نقطة. بالنسبة لمؤشر EGX 30 للبورصة المصرية جلست ما قبل الإغلاق عند مستويات 30371 نقطة بتراجع نسبته 0.8% تقريباً.